السلام عليكم اخوان، هذا المحل بالسوق، السوق يسمونه الداكير، هذا محل شيفر جداريات، يعني اللاصق مع جداريات بانواعه الوان نقشات حلوه، بديل الاصباغ، يعني الواحد اذا يريد مثلا ما يصبغ الجدران او جدار يخلي هذا ستيكر منظر حلو. العفو وصلح المعلومة الخاطئة، بأن الستيكر هذا ما يصير إلا على جدران مصبوغة، يعني لازم أول مرة الحائط أو جدار يتنظف ينصبغ يلا يصير الستيكر بأنواعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك اخوي؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يحفظك. أكيد هذا محل مال ستيكر مع جدار. نعم. احكي لي عن هذا اللاصق، شلون استعماله؟ وهل له مثلا رغبة عند الناس؟ حبيبي هذا اللاصق حلو، استخدام كله سهل وبسيط، والناس جاي ترغبه يعني بالمشترى، ولأن شيء سهل وبسيط للزق على الحائط. بس ينمسح الحائط عن الغبار عن الرطوبة، تجيب اللاصق وقفها شلون بيتاخذ من وراء مادة ينشدع ويلزق على الحائط رأسة. زين اسعاره شلون اسعاره؟ يعني اكو اسعار متفاوته، مثلا واحد سعره اعلى من الثاني؟ اعتيادي، متفاوتات بالسوق، يعني هو صاعد نازل، ينباع هو 15 متر ينباع سعر جملته ب 9000 دينار الطول. اكو ينباع ب 9.5. زين هذا اللاصق الا مثلا بي واحد خلفه يسوي له، اي واحد يسوي؟ لا لا لا، اي واحد يجي كل شيء استخدامه كلش سهل وبسيط. مو المشكله بانه يصير فقاعات بنبات، يعني اذا يصير فقاعات يصير مو عادل مو زين. لا اذا واحد بوحده ما يسيطر عليه، اذا اثنين يسيطرون عليه، لان هذا واحد يفتح والثاني يسمت بيديه يسوي راس ثاني يلزق على الحائط. ها جيد، مشكور اخوي على المعلومات هذه، جزاك الله الخير، ما قصرت. الله يعزك، رحم الله والديك.